أهلا بكم من جديد إلى هذه النافذة الثقافية، وسعداء باستقبال الشاعرة والكاتبة المغربية وداد بن موسى. وداد، أهلا بك. إذن البداية ستكون من العاصمة الاقتصادية ونشاط ثقافي بالتأكيد. نعم، أولا تحية لكل الأوفياء لهذه الشرفة الثقافية التي نطل منها في البداية على العاصمة الاقتصادية لبلادنا. اتوجت الورشة التشاورية حول التنمية والثقافة لجهة الدار البيضاء ستات التي نظمها منتدى المواطنة نهاية الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة لمتابعة صياغة مذكرة حول التنمية الثقافية بالجهة، يرأسها الدكتور حسن أصميلي، وتضم أسماء وازنة في مختلف التعابير الأدبية والفنية والشخصيات المشهود لها بالنتاج الفكري والبحث العلمي. يشار إلى أنه شارك في هذه الورشة الأولى من نوعها أساتذة جامعيون، مثقفون، سينمائيون، تشكيليون، ممثل مجموعة من المنظمات والهيئات والجمعيات المدنية وفعاليات إعلامية، وانصب النقاش في عمومه حول حقوق وواجبات المواطنة والمقومات والموارد الثقافية بالجهة وتنمية المؤسسات والمرافق والخدمات الثقافية. كما تناول النقاش بشكل مستفيض موقع الثقافة في السياسات الترابية وكذا البرامج الثقافية للجهة. جدير بالذكر صفية إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة سبق وأن أشرفت نهاية شهر مايو المنصرم على مناظرة ثقافية مصغرة في ذات الموضوع بمدينة شفشاون. وما أحوجنا أستاذ وداد لهذه المناظرات الثقافية لإغناء طبعا بكل الساحة الفكرية. سنبقى في هذه الأجواء إلى فاس الآن، وهناك مهرجان أول للفنون التشكيلية البصرية. نعم صحيح، سنحط الرحال بمدينة فاس هذه المرة، وتنظيم المهرجان الأول للفنون التشكيلية البصرية من فاتح إلى 7 يوليوز الجاري من طرف جمعية النداء للثقافة والفن والجمعية الوطنية لمبادرات الصحراء فرع فاس. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية مجموعة من الشباب والمهتمين بحقل الفنون التشكيلية البصرية. كما يتضمن البرنامج هذا المهرجان ورشة في الرسم بالصباغة، وورشة الخط العربي، ورسم الجداريات بالشارع، إضافة إلى ندوة فكرية حول موضوع الفنون التشكيلية وعلاقتها بالصناعات والفنون الأخرى. كما سيتم على هامش هذه التظاهرة الفنية تنظيم معرض فني تشكيلي من 11 إلى 17 يوليوز برواق محمد الفاسي. وفي إطار المهرجانات دائما إفران مدينة التلوج ستستضيف هي الأخرى مهرجانها الدولي الأول. صحيح، وغير بعيد عن العاصمة العلمية فاس تحتضن مدينة إفران خلال الفترة ما بين 15 والسابع عشر يوليوز مهرجانها الأول تحت شعار التلاقي والتقارب. تستضيف هذه التظاهرة العديد من الفنانين والرواد، رواد في مجال الأغنية المغربية والعربية، وبالموازاة مع السهرات الفنية والأمسيات الموسيقية والثقافية التي سيعرفها المهرجان، ستعرف أيامه تظاهرة في فن الطبخ بمشاركة العديد من الطباخين والمختصين. كما سيتم إقامة فضاء مفتوح يضم الحكواتيين ورجال الحلقة والشعر، فضاء يوازي فضاء جامع الفنا بمدينة مراكش، وذلك بغاية إنتاج الفرجة وإمتاع ساكنة وزوار مدينة هذه المدينة. إنه إنعاش وتثمين للموروث الثقافي المغربي وإعطاء صورة حقيقية عن مغرب اليوم الذي يشهد حركية متجددة تشمل مختلف القطاعات، مغرب ملتقى الحوارات بين الثقافات والحضارات. بالتأكيد أستاذة وداد ستختمين بجديد الإصدارات الثقافية، وفيه تكريم واعتراف أيضا بالأسماء الثقافية في بلادنا. صحيح، توصلت الشرفة الثقافية بالعمل الإبداعي الجديد للشاعر والإعلام المتميز ياسين عنان، وهي رواية هوتماغوك الصادرة حديثا عن دار الفينيك، رواية عن المغرب وتحولاته، عن مدينة مراكش وما تتعرض له من ترييف واغتيال للأشجار، عن الجامعة وحراكها الطلابي، عن أحوال الناس وطبائع البشر. مقاربة ياسين عدنان النقدية لتحولات المدينة والمجتمع من خلال هذه الرواية تتم
بلغة رشيقة ونبرة ساخرة، مما أضفى على عود ماروك الكثير من عناصر المتعة والتشويق. وما رأيك صفية لو يعني نقص جزءا من هذه، وتجدر الإشارة إلى أن الشاعر طبعا ياسين عدنان صدر له العديد من الإصدارات في مجال الشعر والقصة القصيرة، من بينها دفتر العابر، رصيف القيامة، من يصدق الرسائل. وسوف نشتد هذا المقطع من رواية عود ماروك للمشاهد الكريم. يقول ياسين عدنان في عود ماروك: كان يبكي حياته المهددة بموت بليد محتمل، موت داهم غاشم، أنت الذي زهدت في البحر والسفر والماء الساخن فقط لتبقى على قيد الحياة. إنما أي حياة؟ الحياة في مكان آخر يا رحال، لا بل في كل مكان، في كل الأماكن الأخرى. الحياة تتمطى أمامك مثل قطة سميكة كسول هنا في هذا السيبر اللعين. ارفع رأسك قليلا عن جهاز الكمبيوتر، ارفع رأسك إلى الأعلى. وسنواصل بالتأكيد القراءة، قراءة هذه الرواية. شكرا لك أستاذة وداد بن موسى على كل هذه المعلومات. شكرا صفية.